السابع من أكتوبر من عام 2023، تاريخ لن ينساه الكيان ولا العالم، ففيه تغيرت الكثير من المفاهيم. ذلك التاريخ الذي كانت تحكم قبله القوة والغطرسة، لكن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة الصدمة للكيان لن يتجاوزها أبداً، وما بدا محالاً يوماً ما بات بعد السابع من أكتوبر ممكناً. ولن ينسى الكيان ذلك اليوم الذي دفنت فيه كل الأساطير التي نسجها لنفسه عبر عقود من القهر والظلم. في قطاع غزة تلقت فرقة ثعالب النار التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في عملية السابع من أكتوبر صفعة مؤلمة، بعد أن تم قتل عدد كبير منها وأسر آخرين. وتخدم في هذه الفرقة كتيبة هندسة مكونة من ثلاث سرايا، هي قطط الفولاذ وفرسان الفولاذ والهندسة التكتيكية. وكانت فرقة الثعالب أو فرقة غزة تعرف سابقا باسم ثعالب الجنوب، والتي تشكلت بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87 و900 ألف، والتي تتخذ من قاعدة راعيم مقرا لها، وتبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات، ويقدر عدد جنودها 20 ألفا. لقد شكلت ضربات المقاومة المتتالية للجيش وعلى رأسها سلاح الهندسة الإسرائيلي وقدراته صفعة قوية، والتي تكبدت أكثر من 60 ضابطا وجنديا كخسائر بشرية خلال العدوان الحالي على غزة، ما شكل كابوساً يطارد هذه القوات على مدى الشهور الماضية، فكان نصيبها من الخسائر هو الأكبر في تاريخها. ويعد سلاح الهندسة بجيش الكيان بمهمة البحث عن الأنفاق وتدميرها وتفخيخ المباني وهدمها، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمرافق الحيوية في غزة، ويمكن تقسيمه إلى 3 أنواع بحسب المهام وطريقة العمل، وهي سلاح الهندسة الثقيلة، وسلاح الهندسة المدرعة، وسلاح هندسة المهام الخاصة. كما يظهر سلاح الهندسة المدرعة حيث يوجد مع كل لواء مدرعات كتيبة هندسة، وتتفرع عنها ألوية نظامية ترافقها 3 كتائب هندسة، وهي باراك و7 وأعقاب الفولاذ، كما يوجد 10 ألوية احتياط ترافقها 10 كتائب هندسة مدرعة، فضلا عن ألوية المشاة مثل جفعاتي وجولاني والمظليين والنحال وعوز. ويتكون عتاد سلاح المدرعات من جرافات D9 المجنزرة والحفارات والجرافات الكبيرة وعربات النمر المدرعة وكاسحات الألغام. بدوره يضم سلاح الهندسة للمهام الخاصة يوهالوم 4 كتائب عاملة، وهي كتيبة يائيل، ويتركز نشاطها في عمليات التفجير الدقيقة وزرع القنابل، وكتيبة سامور التي أنشئت خصيصا لمحاربة شبكة الأنفاق في غزة عام 2013. أما المقاومة الفلسطينية في غزة فقد دأبت منذ اليوم الأول لانطلاق العمليات البرية في غزة على مواجهة سلاح الهندسة الإسرائيلي من خلال الكمائد الهندسية المحكمة وتنفيذ خطط خداع واستدراج قاتلة. ولتحقيق ذلك اعتمدت على أنواع مختلفة من العبوات التفجيرية. أما أحدث هذه الأنواع ما كشفت المقاومة عنه أخيراً، وهو العبوة القفازة، وهي مضادة للأفراد، إذ تقفز من أسفل سطح الأرض مسافة متر، وتنفجر موجهة شظاياها بشكل دائري بكل الاتجاهات. أما عبوة شواظ، وتعد أكثر عبوات القسام شهرة، وهي مضادة للأفراد والآليات. لقد شكلت المقاومة منعطفاً تاريخياً في أساليب المواجهة، وها هي تستمر في استدراج القوات الإسرائيلية إلى أنفاق الموت المفخخة مسبقاً، أو إلى مبان مفخخة، وصولاً إلى استهداف آليات سلاح الهندسة والذي يعتبر معول الهدم لكل ما هو حي. لكن من خلال إبداع وشجاعة المقاومة أصبحت غزة مقبرة لعدد كبير من جنوده وضباطه، ولتمحي من ذاكرتنا درساً خاطئاً تعلمناه ذات زمان، لأن هذا الجيش لا يقهر، ولكنه قهر حقا في غزة.